من أول يوم الإنسان بيتولد فيه على الأرض وهو في معركة مستمرة. الأول بيحاول ياخد أول نفس لي، وبعدين أول أكلة، ومعركته بتبقى إنه يوصل للي هو عايزه بالظبط. الدنيا هتاخد منك كل يوم حاجة. أنا ضهر وأتعيط، جاي تاخدي مني أهم حاجة في عمر ابني. في ناس بتسلم الخسارة قدام الدنيا، وفي ناس بتحاول تقلل الخسائر. أنا أم، أنت لأ.